بعض السيف جيلري عندكم ترى ها مودي اهلي له اليوم مسوين خصومات قويه في السيف جيلري، سيف جيلري مقابل صديقه النسيم هناك، فجايب ام المضيوم تنبسط اليوم. ام المضيوم بسم الله وتوكلنا على الله يا حريم اللي تبع حافظات تهول العقل. واحده ثنتين ثلاث اربع، سعرها قبل 597 الآن سعرها 499 تركية. اليوم عيد عند أم المضيوب وراعية اللمبات ما شاء الله تبارك الله. على طول من يجون السيف جليري يشوف عروض عليش أوريهم حاجة العجنة ذي ها؟ هذه العجنة هذه للواقع 119 ريال. هذه حقت ايش؟ تورتيلا والمطازيز. تورتيلا والمطازيز حلوة مرة عندنا. وذي هذه جديدة آلة البيت هذه خلاص. هذه جديدة. هذه مرة حلوة لا تفوتكم. كم سعرها؟ لا وب 229 مرة حلوة. شوفوا لها غطاء وفي منها ألوان. وذي؟ وذي شو اسمه ذي؟ 112. هذه حقت قهوة صح؟ لا ما حقت القهوة. عصارة فواكه ها؟ سعرها 479 الآن سعرها صار 399. والله يعين على طول ما يمدانا ندخل اللي هي قاشة ما شاء الله عليها. عروض لا تفوتكم. الفناجيل تعال تعال تعال. لا تشوفين هذي عشان ما تشيلينها. لا في انواع احلى منها. 227 ريال في اشكال والوان. تجي كم؟ 24 حبه اتوقع. ما شاء الله على ام المضيوم. وش اخذتي؟ لا اخذتي ها؟ يلا حطيها. طيب متى توفر؟ على طول. يبغى الزين والشيء الطيب. شوف الحافظات شوف. طقم كان ب 699 الان صار 549. اشكال والوان. وتعالوا هنا ها. هذا ب 299. طقم اللي يبغون ترامس يبغون شيء حق الضيافه وشيء طيب وسعره كويس على 57 ريال. 57 قهوه شاهي فيها الوان واشكال. طب وتخيلوا بس ما شاء الله ام المضيوم على طول اخذت عربيه وبنتها اخذت عربيه وقام يقشقش انه ياخذن. شوف الترامس اشكال عز الله انها تجمل ها. قهوه شاهي فيها الوان منها اللي وده تقلي بدون زيت او يقلي بدون زيت ها. مسوين عليها عرض لا تفوتكم. سعرها اول 499 الان 399 وفي منها الوان. اخذ الزين وشيل بس. اديسون اديسون ها. اي اديسون معروفه ما يحتاج. انا اسميه قدره مدرسات اللي ما هي فاضيه تطبخ وتفك اسطوانه ولي الغاز منسم. اخذ ذا وشغليه كهربائي ها. بالكهرب يشتغل. جيب الفخامه وشين يجمل. شيل لك الطقم ذا. شوف سعره اول كان 399 الان 199 كذلك. هنا اللي يبغى يغير برضو للضيافه زينه شيء يجمل. وطقم هذا سعره 199 كامل كان 299 وهذا كذلك. الحقوا على العرض خصم 60%. مده العرض كم لمتى؟ الحقوا اهم شيء الحقوا قبل لا تاخذها راعية اللمبات. عاد راعية اللمبات تحب الاشكال اللي زي كذا يجي فيها نقشات واشكال والوان. يا سيف جيلري وش خليته؟ الظاهر اليوم راعية اللمبات تبي تنام في المحل ما شاء الله تبارك الله. وامها معها بعد وين؟ على 188 شيء زوين ويجمل ما شاء الله. ما ودك تحط فيها قهوة بس تخليها مضياف. على كم ذي؟ 299 صار 188 ما شاء الله. كل واحد يقول الزين عندي. وهذا هذا كذلك 299 الان صار سعره 188. الحبه ها الطقم حبتين. والله شيء فخم. اهم شيء ام المضيوم ما تشوفه بس عز الله تقش الدنيا كلها. وعندكم الاشكال ذي سعره 239 الان. طقم طبعا تجي طقم ما شاء الله. طب وتخير. لا والله ما عيننا خير. جت راعية اللمبات ها. شوفوا ذي هنا هذه وش شاهي وهنا قهوه اذا تبونها كذا. كيف تجي؟ تفكونها تصير كذا. شلون شلون؟ هذه للحليب انت ما تعرف. تحطينها فوق تصير دله. تصير كامله هي هنا قهوه وهنا شاهي. طيب. طيب اقدر اخليها منفصله واقدر اخليها مع بعض. يعني اذا بتسافرون. تمام تمام فهمت الفكره. شوف تصير مسكره. ما شاء الله لو حليوه ذي بكم؟ في الوان. 129 عفوا كم؟ 129 139 والوان منها بعد.
انت كل شيء حلو دام انك دخلتي السيف جاليري. ها هو شو ما شاء الله وش ذا؟ هذه كل اسرار يعني اذا مثلا عندكم ضيافه الحق على الخصومات قبل لا تروح عليكم الطوفريات اللي يحبون الزين 139 واحدة ثنتين ثلاثة صغير وسط كبير الشكل الثاني عليه عرض 133 ريال الآن ثلاث طوفريات أو صواني الحق على العرض ها سيف جيلري مقابل حديقة النسيم في النسيم خصومات توصل إلى 60% وين أشكال والوان هذا عليه عرض 109 ريال شوف السيف جيلري وش عندهم وش خليته صحون حلا هذا مسوي حركة توكيه وهذا كذلك أشكال والوان هذه الأشجار اللي نشوفها في أفلام الكرتون الظاهر اللي تطز الشوك ما شاء الله بالله يعاين الأشكال الحلوة هذه حقت حلا وتقديمات أسعارها 18 ريال كانت كم 26 ريال هذا حليوة ولا الحلا اللي بشي يجمل حق تصوير ويخدمه ياخذه وتعرف هنا بعد ول صحن مكسرات ما شاء الله تبارك الله سعرها تبدا من 12 ريال شيل بس وحط اشكال والوان هذا شكله حلو ان شاء الله رائعه اللمبات ما تشوفها تعالوا هنا ما شاء الله زقينها زقينها ما شاء الله تبارك يا حليله حليله حق التقديمات مكسرات وما مكسرات هذه سعرها 35 ذي 35 وهذه 17 ريال السخانات تعال تعال شوف شوف طقم كامل تحط فيه شوربة كان سعره 199 الآن 149 وفيها أشكال منها ها عندك السودة ذي بعد نفسها 129 ريال ونجي للزين مسوين خصومات قوية السيف جيلري السخان 119 طقم ونجي هنا 79 ريال تعالي زيني مطبخ تسوء وبيت تسبس من سيف جيلري والحق على الخصومات يا راعي اللمبات ذي حقت ويش هذه تفرد عجينه حقت المكرونه ايوه يعني يسوون عجينه المكرونه وهنا تفرد لهم صغار تصير سعرها بكم 199 عليها عرض ترى عليها عرض ما شاء الله ها وش اخذت هذا وش اللي شايلته هذا حق الزيت حق الزيت شريته امسك اللي يبغى غلايه ولا شيء عليها عرض 49 ريال شوف شكله كيف وعندكم هنا اشكال والوان طب التخير شوف اللي يعجبك وشيل وهذه وش ذي ما شاء الله تبارك الله هذه بعد كل شكلها غلايه غلايه في قاعده لها في اشكال بعد شوف ذي اللي يبغون يحمصون قهوتهم من هنا اقول الله يعيننا على بس هذا حلو للحليب انت ما شاء كل شيء حلو من يوم دخلت هنا كل شيء حلو بس يحطون الحليب ويضغطون تشغيل يبونها يعني حاره مره الليلان يا محمد عطنا فراش نبي نرقد عندكم الليله عز الله ما نب طالعين دام ام المضيون فيه وبنتها لين طويل هذا الدور الثاني يا اخوان ها ويا اخوات الدور اللي تحت غير والدور الثاني اقول لك ما شاء الله بحر القهوه التركيه عندي نفسها وش ذي؟ هذه صانعة قهوة تركية شريتها أغلى وهنا ب 99 ريال. هنا ب 99 ريال؟ إي هذا اللي يعني ودهم بالقهوة هذه يضبطونها لكم. ما شاء الله. أهل المصابيب تعالوا، أيوه المصابيب وشلون يسوون بها؟ بس يحطون عجين وتصير دواني. وهذه فرن ولا ويش؟ لا هي كذا لها قاعدة حلوة طيب. عندنا نفسها. شغالة كهرب ولا كذا قاعدة؟ إيه كهرب كهرب وتحطون وتسوي الخبز. تحطين العجينة تفهمين؟ تحطين العجينة وتسوي لسه المصابيب اللي تسويهم المضيون بالقز. مير هذا مريحكم مره حلو عندنا نفسها كم 109 ريال 12 عين 12 عين قدور طبخ ثلاث اشكال السعر اللي فوق كان ب 519 الان 299 كذلك اللي تحت 1 2 3 4 5 سعرها 299 ريال كان ب 512 ريال ثلاثه طقوم ها عندكم الشكل ذا كوري برضو مقرصة اللي تسوي فيها أم المضيوم وجدور سعرها 349 كان سعرها 499 وتعالوا هنا بعد 229 كان سعرها 666 طقم جرانيت كوري
غامق بنك غامق هذا كريتينها زيني زيني مطبخت وزيني قدورت وتعالي اخذي من هنا ما شاء الله وش ذي بعد ما شاء الله تبارك الله كانت ب 699 الان 549 وكذلك رصيلهم لك رصه ما شاء الله تبارك الله عز الله ما خلوا شيء السيف قلري ما انت فاضي وتعبان هذه عصارة فواكه حط برتقال تقشر لك البرتقال وتحط قشر هنا والعصير يحطه لك هنا عز الله ما خليته شيء اي فواكه ها أي. بس بنفس لازم يكون نفس الحجم يعني برتقال تفاح تفاح القزح تمام اي شيء يدخل هنا قشره يجي هنا وعصيره يجي هنا ايوه 199 199 ريال هذه شاشه وذي فر كم سعرها؟ 279 199 الان 199 ريال وفي هذه حط برتقالك و يقشر لك ويعصر لك بنفس الوقت وهذا وش هي؟ هذه عصرت البطيخ عصرت ايش؟ البطيخ البطيخ؟ البطيخ البطيخ شلون يعني البطيخ؟ البطيخ عصيره ثقيل ايه ثقيل ما شاء الله هذا 479 399 ما شاء الله تعالوا يا حقنا ميكروويف ميكروويف اسود 20 لتر 700 واط ب 199 ريال قبل كان 315 وهذا عليه عرض بعد الحكومية سيريا وتعالوا هنا يا طويلين العمر والسلام هذا عليه عرض 277 يقول لك ميكروويف رقمي اسود هذا شكله واو حتى كتابات بالعربي 399 قطاعه البصل حطي بصلك وخليه يقطع لك كان سعره ب 89 الان 69 وطب وتخير خذ اللي تبغاه عز الله ما خلوا شيء حطوا كل شيء ريحوا الحريم وريحوا العالم حطي بالعدس وسكري عليها وقولي السلام عليكم 186 حقتها البسكوت ذي اشكال تجي 99 الوافل برضو وافل مربع 72 وافل ميكر شكل قلب هذا يسوي لك الخبزه بشكل قلب سعره ب 89 ما شاء الله ما شاء الله حطي بالعدس ابد وقولي السلام عليكم كذلك اللي يبغى يشوي حط دجاجك هنا وسكر عليه 139 قبل 168 وهذه برضو الآن 136 قبل كانت 159 حط بلعتك وشو بس عاد هنا لا يفوتكم الخصم الجامد طقم سفرة كاملة كل قطعة فيها 12 حبة سعرها كان 1457 الآن سعرها 699 ريال ما شاء الله تبارك الله حتى اللي فوق 1899 الان 1399 خلنا نصور لكم الطقوم ما شاء الله تبارك الله كذلك هذه كانت 1259 الان 503 ريال بس هذه من كل قطعه 6 حبات هذا اشكال ثانيه بعد وطقم ذي اشكال والوان شوفوا كيف علينا الخصومات مثل هذا عندك ب 99 ريال وعندك اللي حدر ذا 199 ريال وعندك كله 199 ها هذا لا هذا 149 شوف الاشكال تعالوا تعالوا بس طبوا تخيروا وزينوا مطابخكم وبيوتكم رقم الفناجيل هذا ب 24 ريال كذلك ب 24 وفي اشكال منها هذا ب 23 ريال هذا وشو بنك غامق فوشي مدري وش انه عندهم مشب شيء تراثي تعالوا طقم تراثي كان ب 32 الان ب 13 ريال فنجيل وعلوم طيبه زين المشب حقك طقم صحون على بريد على بيالات كانت 449 الان 349 طقم سفره ذي مموج منقوش مذهب لا لا الرف ذا كله عليه عرض ول 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 تقول لسه ما اخذت شيء وامها بعد معبيه العربيه هذا ما يفوتكم الطيب وش ذا حلو حلو انت كل شيء حلو شوف يجي بيالات كلها يعني منسقين لك بس تجون تشترون
الناس هم جاهزينها لكم. هذا القدور ذي مصور هذي قبل شوي. حتى تنتهي من كل الفضاء. انتم شخدتي ما شاء الله على تسمى شكلهم نفرق الدم. هو في خذه في خاطر تسخذه. خذه. ام المضيومه قلت اللي في خاطر تسخذه قامت تقشقش. ها ابوك راه قد سته في المطبخ ما تستفيدين منها شيء. والله لو بشاورتن والله تقول كلها ما طلعنا. بالعكس والله تجنن. اخذه اخذه اللي في خاطر تسخذه.